يبقى نص كيلو من المشمش، عندي 3 جزرات كبار هأسلقهم، وعندي 3 كوبايات من المية، وعندي نص كوباية من عصير الليمون عليهم، وعندي كمان كوباية سكر وكوباية مكعب تلج. تمام، تعالوا بقى ايه كل المكونات دي كده ايه هحطها مع بعض. احط الاول المية اهو، هحط مكعبات التلج بالشكل ده، هحط المشمش كده، هحط الجزر تمام، هحط عليهم عصير الليمون، هحط السكر، نضرب بقى كل الكلام ده كده مع بعض لحد ما كله يختلط. اهو بصوا كده كله اتضرب مع بعض، نضربه بس كويس عشان نتاكد كده ان السكر وكله داب. بصوا بقى، بصوا القوام الجميل كده بالشكل ده، شويه عصير منعش كده بشويه مشمش نجيبه بجزرتين ثلاثه كده من اللي موجودين عندنا. بجد طعم العصير ده رائع، يعني قريب قوي من العصاير اللي هي الجاهزه اللي بتتباع في علب كده اللي اولادنا بيحبوها، حلو قوي. بتقدروا على فكره كمان تعملوا معاها قطع من المشمش تدوها سلقه كده بسيطه، وتستخدموا برده الميه بتاعت المشمش وتحطوا قطع كده جوه او قطع كمبوت زي ما انتوا تحبوا. حلو وساقع كده ومنعش وجميل. يعني نحط العصير كده هنا هنا عايزهم هنا بس كده اهو اهو كده تمام. تتومر يا هشام والله كده تمام. ماشي شكرين هشام. زعل يعني؟ لا 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 الفطير اهو. يلا يلا نقدم الفطير. يلا ده الفطير، وعملنا الكفته وعملنا العصير المشمش بطريقه سهله وبسيطه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها. اشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده من طبق طبق.